ومستمرين بتغطيتنا عن مرض سرطان الأطفال ضمن شهر التوعية الخاص بهذا المرض، وكان لنا وقفات خلال برنامج صباحنا غير مع جمعية بسمة لرعاية سرطان الأطفال. رح نحكي اليوم ونتعرف أكثر عن كيف وناخذ جرعة من النصائح والتحذيرات اللي لابد منها لتنتبه فيها كل أم لضمان صحة أطفالها، وأيضا نتعرف على الأسباب والأهم لعلاج هذا المرض. وكل هاي المعلومات من ضيفتنا لليوم الدكتورة غادة نادر سوسان، رئيسة شعبة أورام الأطفال بمشفى البيروني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحك أهلا وسهلا فيكم يا هلا. يسعد صباحك دكتورة غادة. نحن قبل ما نبلش نحكي معك أكثر ناخذ نصائح، رح نروح نشوف كمان تقرير عن مجموعة من النصائح الوقائية اللي ممكن مرتبطة بيمكن سلوكيات خاطئة، نمط غذائي خاطئ ممكن يأثر على أطفال السرطان بالتقرير التالي. معلومات كثيرة منعرفها وأخرى منجهلها. بما أنه شهر أيلول هو شهر التوعية بمرض سرطان الأطفال، فهل تعلم أن السجائر تعد من أخطر العادات الصحية التي تتسبب في التعرض للإصابة بالكثير من الأمراض، ومن السرطان وإقلاع الآباء عن التدخين يساهم في الوقاية من هذا المرض؟ هل تعلم أن الرضاعة الطبيعية تزيد من المناعة وتحمي الأطفال من الأمراض المميتة مثل السرطان؟ وهل تعلم أن النظام الغذائي الصحي يساهم في الوقاية من سرطان الأطفال مثل تناول المواد المضادة للأكسدة كالبروكلي والقرنبيط والجزر الطماطم بذور الكتان والثوم وغيرها من المواد الطبيعية؟ وهل تعلم أن تناول الأطفال الطعام في الأواني المخدوشة يزيد من خطر الإصابة بالسرطان؟ هل تعلم أن تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 يساهم في الوقاية من أمراض سرطان الأطفال؟ وهل تعلم أن ممارسة الطفل النشاط البدني الكافي في سنوات التعلم الآلي وتحريك جسم له القدرة على الحد من مخاطر الإصابة بسرطان الأطفال؟ هاي كانت معلوماتنا لليوم يلي بتساعدنا لتحمي أطفالنا من الإصابة بمرض عم يفتك بآلاف الأطفال بجميع أنحاء العالم. صباح الخير عن جديد دكتورة غادة. خلينا نبدأ مع حضرتك، يمكن سمعنا شوية نصائح بالتقرير، شو رأيك بالمادة بداية ونبلش نحكي شوي خصوصيا عن سرطان الأطفال؟ هلا سرطان الأطفال هو مثله مثل سرطان البالغين، الأسباب تقريبا المتواجدة متشابهة طبعا باختلاف النسب. السرطان بصورة عامة بيحدث بسبب إما عوامل بيئية أو عوامل جينية، وبالجزء الأكبر منه هو مجهول السبب، إلى الآن ما قدرنا نعرف السبب الرئيسي له. السرطان طبعا بيصير لما بتبلش خلية من خلايا الجسم تتكاثر بشكل غير طبيعي. في البداية بتكون الخلايا بتشبه الخلايا الأم، لكن مع الوقت بتصير خلايا شاذة تماما وبتبلش كمان تهاجم الخلايا السليمة. العوامل البيئية اللي حكينا عنها هي لها دور أكبر عند البالغين، سواء كان نمط الحياة، نمط التغذية، التدخين، التلوث، كل هاي العوامل لها دور طبعا بسرطان الأطفال، لكن دور الأكبر كعامل بيئي بيكون بسرطان البالغين. العوامل الثانية هي العوامل الجينية، طبعا تم إثبات أنه 10-15% من سرطانات الأطفال لها دور بحدوثها. أي اضطراب جيني ممكن يحدث عند الطفل أثناء تشكله ممكن يأهبه لهذا الموضوع. طبعا مو كل أنواع السرطان، في عنا سرطانات مثل سرطان العين اللي هو الورم الأروم الشبكي ريتينوبلاستوما ممكن يكون له علاقة بالوراثة، سرطانات مثل سرطان الكلية ورم ويليمز ممكن يكون له علاقة بالوراثة، باقي السرطانات ما زالت بالصورة الأكبر مثل ما خبرتكم مجهولة السبب. مجهولة السبب، لكن خلينا نحكي أكثر. مثل ما سمعنا بالتقرير والنصائح الوقائية كثير في من العادات الخاطئة اللي ممكن يعني هلا نصها صار بديهي بالنسبة للعالم ونص الثاني لا لسه مجهول كمان، خلينا نحكي عنه أكثر، وخاصة النظام الغذائي اللي هو هلا يمكن خلينا نقول حديث المجتمعات، النظام الغذائي الصحي وخاصة لمرضى سرطان الأطفال. هل صحيح إنه مريض السرطان ممنوع مثلا عن الحلويات، ممنوع عن الدسم الكتير، هل في وجبات معينة لازم ياخدها بالنسبة للأواني اللي عم يشرب فيها؟
فيها، كيف لازم تكون، خلينا نحكي كيف لازم تكون ايضا الانتظام بالجرعات، يعني النظام اللي ممكن يعيشه حتى فعلا يخف هذا المرض عنه ان شاء الله يشفى يعني. امين يا رب. هلا بصورة عامة احنا بننصح بشكل كامل بانه نمط الحياة الصحي، نمط الغذاء الصحي، الغذاء المتنوع النظيف. صراحة ما في شيء مثبت علميا على انه الامتناع عن السكريات او حرمان الطفل من البروتينات هذا الشيء بيساهم بتخفيف وطأة الورم او حتى بتخفيف حدوث الورم. ما تم ذكره ولا باي تقرير عالمي مثبت، او ما توجهتنا رسائل من منظمات او الجمعيات العالمية لعلاج سرطان الاطفال حول هذا الخصوص. لكن احنا بصورة عامة بندعو اي اهل واي انسان انه هو ياكل بشكل متوازن، ياكل اكل صحي. طبعا استخدام الاواني البلاستيكيه ما صار يعني في خلاف عليه، لانه الطرق اللي لازم تكون الحياه تكون هي اقرب للشيء الصحي اللي احنا تعودنا عليه ايام زمان، بجوز من احسن من الطرق الحديثه اللي صرنا عم نستخدمها، سواء الاواني البلاستيكيه التسخين فيها، القصص مثل الميكرويف ما زال في عليها حديث كثير كبير. الغذاء المتنوع اللي بيشمل البروتين، السكر، الدسم، الفواكه، الخضار، والأهم يكون شيء نظيف. احنا بنفرق بين حالتين، بين الطفل اللي قبل ما ينصاب بالسرطان والطفل المصاب وعم ياخذ جرعات كيماوي. هلا الطفل اللي عم ياخذ جرعات كيماوي سواء كان في جزء منها كورتيزون، فاحنا بنقول للاهل انه اوكي خففوا ملح وسكر، مو بهدف انه احنا نحرمه من هذا الشيء، لا، لانه من اختصاصات الكورتيزون انه ممكن يحبس السوائل، فبالتالي تخفيف بيساعد بهذا الموضوع. فاحيانا الاهل ممكن يفهموا هي الرساله بشكل خاطئ، انه والله الدكتوره قالت انه ما بدنا ناكل كثير سكر، معناته الحكي اللي عم نقراه على الفيس مزبوط. هلا لحد هاللحظه لم يثبت علميا انه حرمان الطفل من البروتين او السكر هذا الشيء ساهم بتحسين نوعيه العلاج. الاكل اللي بناكد عليه هو الاكل النظيف، الخضار الورقيه بصوره عامه احنا بنحاول نتجنبها عند الاطفال المصابين بالسرطان، خصوصا في فتره العلاج الكيماوي بسبب صعوبه تنظيفها. بننصحهم انه كل الخضار مثل الخيار وخلافه يكون بتتأشر، الفواكه تكون بتتأشر، كله هذا نوع من حرص على سلامتهم كونه هن أطفال مضعفين مناعيا، وممكن أي تلوث يساهم بأنه يفوتوا باختلاطات إحنا بغنى عنها. طيب دكتورة خلينا نحكي كمان عن المراحل. عادة المراحل اللي بيكتشف عندها السرطان بتأثر بمرحلة العلاج نفسها، قد ايه في عنا حاليا صار نسبة اكتشاف للسرطان بمراحل خلينا نقول مبكرة، وقد ايه عم بيتم العلاج والشفاء؟ لأنه يعني هلا نحن صرنا بهذا الوقت مثل ما عم نقول ما عاد في شيء مستحيل، ما عاد في شيء صعب، هي الصورة التغت اللي هي كانت عند العالم بشكل عام عن السرطان، هداك المرض اللي بيمرض فيه ممكن فورا انه تنتهي حياته، صرنا عم نشوف حالات كثير عم تتعالج. طبعا هو انا بستغل هون اني اقول انه سرطان الاطفال هو من الامراض الشافية، في امراض كثير نسبه الشفاء فيها بتعادل الشفاء بامراض الكليه وامراض ثانيه، امراض القلب ممكن احسن منها كمان. فلهيك احنا بناكد على موضوع الاستشفاء، لازم كثير انه اذا صار معنا مشكله انه بنعرف انه هي المشكله قابله جدا للحل في جزء كبير منها. طبعا المرحله بتفرق كثير، احنا عندنا نوعين من اورام الاطفال، عندنا الاورام الدمويه والاورام الصلبه. الاورام الدمويه بنحكي عن حالات عاليه الخطوره منخفضه الخطوره، بتوقف حسب انتشار المرض وحسب اضطرابات ممكن تكون جينيه موجوده ثانيه وحسب المراحل اللي واصل لها الطفل بالاصابه. بينما الاورام الصلبه فهي بتتصنف عالميا مرحله اولى ثانيه ثالثه رابعه حسب انتقال الورم، واحيانا بيتداخل نمط التشريح المرضي بالتصنيف كمان. الكشف المبكر كثير 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 مهم، واحنا بناكد عليه كثير، لهيك احنا دوما بنقول للاهل انه اي عرض من الاعراض اللي احنا دوما بنحاول نثقف الاهل عنها، انه لاحظتي لازم يصير في استشفاء، لازم يصير في مراجعه طبيب مختص، لانه ممكن احنا اذا كشفنا المرض بمراحل الاولى يكون شافي. في عندنا امراض بالمراحل الاولى نسبه الشفاء فيها بتتجاوز 95%، يعني مثل اي مرض ثاني صارت، تمام، بينما في المراحل الاخيره ممكن ما تتجاوز ال 40 او 30% نسبه الشفاء منها. فلهيك موضوع الانتباه لأي عرض من الأعراض اللي ممكن تشير أنه أنا ابني عنده مشكلة مرضية، لازم يكون هي ثقافة عامة. نحاول دوما أنه الأهل أي محاضرة توعوية أنه نخبرهم أنه هاي الأعراض هي علامات تحذيرية وما بيصير أبدا تنهمل.
أكيد. طب خلينا نحكي عن الأعراض اللي ممكن يكتشفها الأهل، وخاصة عند الأعمار الصغيرة، يعني الطفل ما بيقدر كتير يعبر عن الوجع، فكيف ممكن الأعراض، هل تظهر أعراض معينة ظاهرة للأم حتى تقدر فعلا دغري تدارك الموضوع؟ طبعا طبعا في اعراض تحذيريه، في منها جزء بيبين بالفحص السريري، في جزء منها بيلاحظوه الاهل. هلا احنا بنخبر الاهل اي تورم بتلاحظي باي مكان بالجسم لازم انت تراجعي طبيب. يعني مثلا انا لقيت في تورم بالساق، تورم بالكتله، جسيت شيء ما انه مريح بالبطن، شيء بالرقبه، انا لازم فورا اني انا راجع اقرب طبيب، لانه ممكن تكون هي ضخامه عقد ليمفيه او بدايه تشكل كتله سرطانيه. العرض المهم الثاني اللي بيلاحظوه الاهل هو الخمول والتعب الغير معتاد عند الطفل. يعني انا الطفل هذا متعود كثير نشاط وحيويه، فجاه لقيته خامل، ما عاد يتحرك، ميل هو للنوم. مرض ما بيوجع، يعني ما بينوجع الطفل، هو بس هلا هو هو المرض الصامت. بمعظم الحالات ما في الم، بس ما في لكن الم. ما انا قاعده، يعني احيانا بيقولوا لك دكتوره اذا كتله ما عم توجعه معناته ما سرطان. لا، مو بالضروره ابدا، ما مرتبطين الموضوعين ببعضهم. مثل ما خبرتك انه مثلا الشحوب، انا لاحظت ابني شاحب كثير على غير العاده، لاحظت في كدمات ما كانت تطلع له كثير، هلا كثير جسمه كله كدمات، في نوع من الطفوح بنسميه الفرفوريات، بيجي نقط حمراء صغيره انتشر فجاه على جسمه، هي كلها العلامات، علامات تحذيريه. فقدان الوزن الغير مفسر، عم راقبه عند الطبيب لقيت وزنه كثير عم بيقل، حتى لو ما عم راقبه انا ثيابه لقيتهم ثيابه كثير واسعانين عليه، معناته انا عندي مشكله، انا لازم اروح لعند الطبيب وشوف شو المشكله اللي عندي. فقد الشهيه الغير مفسر، عرض كثير مهم بنلاحظه هو الصداع. ما في شيء اسمه عند الطفل صداع يهمل، الصداع عند الكبار ممكن يكون صداع توتري، صداع بسبب الضغوط. عند الطفل شكوى الصداع هي شكوى هامة جدا جدا، إذا الطفل تكررت عنده لازم إحنا نعمل إجراءاتنا اللازمة، خصوصا إذا ترافقت مع شيء بنقول هو الإقياءات الصباحية. يعني الطفل عم يفيق الصبح يشكي من وجع راسه، بعدين بيراجع، بعدين بيقول لك يلا ها بلشت ارتاح ماما. هذا العرض كثير مهم إحنا لازم نتابع فيه. في كثير عرض كمان كثير مهم انا بحب اني اخبر عنه، هو الشيء بنسميه الحدقه البيضاء. بتلاحظ الام انه مثل في كثافه على عين الدم عين الطفل، هذا العرض كثير مهم، هو خاص بمرض، هو مرض ريتينوبلاستوما. الكشف المبكر بهذا المرض هو بيخلينا نوصل لمرحله شفاء 100% زائد المحافظه على العين. كثير بيفرق الموضوع، إن انا رح يصير عندي شفاء مع المحافظه على العين ولا انا عندي شفاء بدون المحافظه على العين. فهذا من الاعراض اللي كثير بنثقف الاهل، خصوصا الحالات اللي فيها تواتر لحدوث هذا المرض، فحتى بنصحهم بشراء فحص دوري للاطفال اللي تحت 5 سنين. يعني دكتورة حكيتي يمكن عن أحد الأعراض هي بتخلينا نكتشف مرض ممكن الشفاء منه بشكل تام، خلينا نحكي عن مراحل العلاج بأنواع مرض سرطان الأطفال، وقديش في عنا نسب علاج بسوريا وبمشفى البيروني أكيد. هلا سرطان الاطفال بيتعالج مثله مثل اي سرطان ثاني، احنا بنستخدم العلاج الكيماوي، العلاج الجراحي والعلاج الشعاعي. طبعا في علاجات جديده بلشت نستخدمها عند الاطفال، هي العلاجات الهدفيه كمان. في شيء عالمي لسه ما دخل عنا بس هو لازم ينذكر، هو العلاج الكارتيسيل او العلاج بطرق المناعيه، اللي هن بيخلوا الخلايا المناعيه الليمفاويه للجسم بيعرفوها على الخلايا السرطانيه وبيرجعوا بفوتوها على الجسم، هي لحالها بتهاجم خلايا الورميه بدون ما نعطي اي علاج متمم. ما زالت الحالات قليله لكنها نتائج كثير واعده، وان شاء الله يا رب عن قريب يدخل عنا هيك علاجات. علاج الكيماوي طبعا احنا بنعطيه في الاختلاطات المعهودة اللي بنعرفها، لكن هو علاج الأشيع والأكثر استخداما عند الأطفال. بالأورام العظمية، بالأورام بعد الكتل البطنية، كمان الجراحة بتدخل كعلاج تاني، كخط تاني للعلاج. طبعا العلاج الشعاعي هو أقل استخداما، لكن في بعض الأمراض هو حجر الأساس بالمعالجة. أكيد. ونسب الشفاء عنا انا بعتبر ببلد مرقت بحرب 8 سنين، فانا بعتبر ان نسبنا كثير كثير ممتازه. حاليا صار عندنا حتى زرع نقي اللي هو رح يحسن ان شاء الله النسب، احنا بدون زرع نقي الى الان عم نتجاوز ال 65% نسبه شفاء، وهي مقارنه بالنسب العالميه اللي هي 80 85% نسبه، انا بلاقيها جدا مقبوله، لانه مثل ما قلت لك بلد تعرض لكل هالقصص اللي مرقنا فيها ولساتنا بمراحلنا الاولى لزرع النقي، فانا بعتبرها نتيجه ممتازه، وبتمنى كل الشفاء لكل اطفالنا.
أكيد نحن بنتمنى هالشي، وخاصة أنتو كادر مشفى البيروني كان بمنطقة خطر، ومع هيك ظل المشفى يعني قايم وعم يستقبل كل الحالات بكل حب ومودة. خلينا نحكي كمان بالنسبة للأهالي، هل في من أمور أو فحوص دورية المفروض يعملوها للأطفال وقائية؟ خلينا نحكي بالجانب الوقائي شوي. تماما. هلا بالجانب الوقائي في مثل ما حكينا قبل شوي، في بعض العادات اللي لازم نتجنبها، تدخين الاهل، طريقه تخزين الاطعمه، طريقه تقديم الاطعمه، حتى هي القصص حكينا فيها. في شيء فحوص دوريه عند مرضى مثل مرضى الريتينوبلاستوما، يعني انا مثل ما خبرتك انه الحالات اللي بيكون فيها ورم قرومي شبكي عند الطفل من اطفال العيله، فاحنا روتينيا بنوجه الاهل كل الأطفال لحد عمر 5 سنين لازم نعمل لهم فحص دوري عند طبيب العينية كل 3 ل6 شهور لننفي وجود هذا الورم، وحتى إذا لا قدر الله صار إنه يكون بمراحل الأولى فهو شافي وعلاجه بسيط جدا. طبعا الفحص السريري الدوري عن طبيب أطفال، يعني ما بيصير أنا بيجوني أهل بيقولوا لي إحنا من 3 سنين والله ما ولا كان يشكي شيء ولا حتى شفنا دكتور. غلط غلط، إنه أنا 3 4 سنين ابني ما مرقوا عن طبيب حتى بشكل طبيعي، يعني مراقبة الطفل السليم هلا صارت من القصص الصحة العامة اللي إحنا بندعوه كل الأهالي إنه في شيء اسمه مراقبة الطفل السليم. أنا على الأقل كل 3 ل4 شهور بدي أخذ ابني أفحصه بشكل دوري عن طبيب الأطفال، مو بالضرورة أنا يكون عندي مشكلة حتى أنا أروح براقب طوله ووزنه نموه فحصه السريري. فهي الشغلة صرنا عم كثير نشجع عليها. طبعا اللقاحات هي شغلة كمان آمنة ونشجع عليها، لأنه في بعض الأورام ممكن تصير على آلية إنه الطفل يصير عنده التهابات كبد من نمط معين، وبالتالي تتطور عنده أنواع محددة من سرطانات الكبد أو خلافه. فإحنا بندعي الأهل كمان للالتزام باللقاحات والالتزام بالمبادئ العامة للصحة العامة اللي الكل صاروا بيعرفوها. نعم، يعني كمان دكتورة العلاج النفسي أو الدعم النفسي هو جزء كتير مهم من علاج مرض السرطان بالعموم أو أي مرض ممكن الشخص ينصاب فيه، عدم الاستسلام، القوة، الإرادة طبعاً. وجانب الأهل أيضا هن دور كتير مساعد بهذا الموضوع. حالات كتير شفيت، عرفنا أنه في حالة من الحالات اللي شفيت عنكم وتابعتوها من فترة، حضرتي عرسة، خلينا نحكي عن هاي الحالات والنماذج وقديه هي فعلا بتأثر على المريض، يعني واحد حس بنفس الوجع وشافه قدامه شفي. احنا في شغلة عملناها السنة الماضية وكانت كثير لها أثر إيجابي جدا، كنا بأول ما رجعنا فتحنا الشعبة وجددناها بعد الحرب، كان في تخوف كثير من الناس إنه هذا المرض بيطيب ما بيطيب. في مجموعة من الشباب والصبايا اللي هن كانوا شفيانين من المرض حوالي 4 أو أكثر من 5 أو 6 سنين مري على شفائهم وبدون نكس، عملوا مبادرة كتير لطيفة إنه إجوا، حتى منهم واحدة صديقتنا، يعني هي صارت صديقتنا حاليا، توجت وإحنا احتفلنا فيها إنها قدرت تتجاوز كل مراحل المرض وتنسى كل المعاناة اللي مرقت فيها. إجوا زاروا الأطفال عنا بالقسم وورجوهم حالات مشابهة، يعني لك هذا له أنا كان عندي نفس مرضك بنفس المرحلة وليك نطبط، وأنت ليه متشائم، ليه خايف، ليه كذا. كثير هذا الشيء دعم مو بس الطفل، دعم الأهل، لأنه أحيانا إحنا بنحس إنه الأهل أحيانا لازم يتوجه لهم جزء من الدعم النفسي، لأنه هن كثير بيأثروا على الطفل. يعني الشخص الكبير بجوز بكفي تدعميه نفسيا، تكوني قادره انك توصلي للنتيجه اللي بدك اياها، لكن بسرطان الاطفال بدك تدعمي لشقين، الطفل والاهل، لحتى توصلي للنتيجه اللي بدك اياها. عندنا دوما نشاطات دوريه من عده فرق للدعم النفسي، في عندنا فريق بالمشفى بحد ذاته، فريق قوس قزح لدعم الاطفال من ناحيه طبيه، هو من العاملين بالمشفى فقط، عملنا هيك مجموعه صغيره بتعمل نشاطات، حفلات، اعياد ميلاد للاطفال، بحيث انه الطفل ما يحس حاله انه انا قاعد بالمشفى وما عم شوف شيء. حتى في صبايا صاروا يبلشوا يعطوهم بعض المبادئ التعليميه، انه ما يروح عليك الدرس، علمناك الاحرف، علمناك كذا. نعم. هي القصص كثير دعمت الطفل ودعمت الاهل. اكيد أكيد، لكن أكيد جهودكم كلها مشكورة. بالنهاية هيك في عندك حالة كتير علمت بذاكرتك كانت قوية، شو عم تتعلمي من التعامل مع الأطفال؟ نحن بنعرف مدى التعلق حتى بين الطبيب وبين المريض، وخاصة إذا كان طفل. والله أنا تعلمت منهم القوة، يعني صدقا الأطفال المصابين بالسرطان تتعلمي منهم القوة، بتحسي بالقوة، بتحسي حالك إن أنت قادرة تكوني صبورة، قادرة تكوني تتعاملي مع كل الأمور بكتير إرادة، إرادة، الإرادة.
الإرادة هي شيء رائع عند الأطفال. نعم. يعني بدنا نشكر وجودك معنا، شكرا كثير لك، وبنتمنى دائما الشفاء لكل أطفالنا ولكل مريض. شكرا لك. بشكر الإعلام وبشكركم كثير ويعطيكم ألف عافية. شكرا أكيد لوجودك معنا، وإن شاء الله الشفاء العاجل لكل مرضى سرطان الأطفال. شكرا لكم كثير. شكرا لكم.